ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتابعين الكرام ديالنا تفهم الغصة إن شاء الله لنا المحل الحرية الليلة نغمدين إزقال إن شاء الله إلى دينا غصة سي مصطفى. السلام عليكم، مرحبا بكم. إيمان غنى عبد الله وقدر غنى غزال، مرحبا بكم. سي مصطفى كاين زراك بارك الله تسكات الله بزاف في تيك توك ولا بزاف لي سوشيال ميديا، وكان ان شاء الله مؤخرا زياد السيمانه تقريبا يبين لي بزاف المدن استقسانا استفسرنا اللي تسكات تسكي المسابقه استوهمنا. بالنسبه للمسابقه الدوريه هاد لي تيجي الجديد ارتاد لي نسكار مشكايد، ماشي يلا غير كاين قول غياد لي مشكايد المتابعين ان راه داس نسكار اللبسه كومبلي لي لنا 32 كريكا هادشي صداقه نسكار المسابقه حتى ديك كلت اللي اسني هذا في غلوه عاد 3 شهور ياد شروط المسابقه تيبين ماشي كران الشروط اللي شقات. سي مصطفى نرى كيعرف بزاف يعني من هذا غادي تقرب في المسابقات شفتها من ناوي سي سفيون زعما الشروط ولا بدل لي الا نبداو نشارك المسابقه هذه تسكرت. المهم اي واحد يرى يشارك سواء الدراري تي مغارين ارغاز وكل شيء يمكن ناس اي يشارك المسابقه اذا شكو تلقى اللبسه التمازيغ تلقى كانت الثقافه اللي فولتين اللي كني غاينا كان الهدف نغلب سنة انسكرا ديال الحاجه. سي مصطفى سمحتي تبين لي السوش كي دنيك الجائزه يدنيك ولا المسابقه يدنيك ان شاء الله الراس السنه الامازيغيه يتزار تحيه تسكرت المسابقه ولا تسكرت تخصيصا نيتي الى اذا ان شاء الله ولا امام. المهم يا اختي قال وعد ديال 3 شهور ياد اللي غاسن بالمناسبه راس السنه كاول راس سنه تمازيغ في راك عيد وطني غادي تصنفها تنصفر حيانا المحبين غدينا المتابعين اللي غيتابعنا على السوشيال ميديا بصفه عامه. مزيان مزيان غادي كاع زعما كاين الفكر اللي يستوهمنا بزاف. سي مصطفى نيكي سوكوي نوري غتشارك على المسابقه الله يرحم والديك. استوهم لك ابوي الخوادريه ولا الوالده ملي الله يرحم والديك الشروط اللي تسكرت ولا يعني الاساسيات اللي تسكرت باش نبدا تنسقيت غدا اللي تسكرت. الشروط اللي نسكر ساهل ورقيس كان الشروط اللي زعما يشقان كتبارطاجيت الفيديو طاكيت كيسيان اربعة الناس اولا خمسة الناس صافي حتى جات المعلومات انك اللي غتلا السمية ديال النمره الخاص خصوصا صفحة التيك توك اش كنت تغريلي اللايف على المباشر باش وانا كيسير ان شاء الله عدي نغيلي باش الخير لنا اي جنيش انا المصداقية غير كلي سنتين تشلحيت اغرس 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 ان شاء الله. بالنسبة للناس اللي يربحن مثلا ولا واللي يربح السيد اللي يربحن مثلا ما انا قويا انا راه تسكرت السحب. السحب ان شاء الله غير كلي يا اللي مسكن كتنا تسعود سي سنوفا تسعود راه غادي شكل الوقت ضيق بالنسبه لبنادم اللي غتربح هو انا نياكوكن في مدينه نوكادير. نسكن نهار سبعه ان شاء الله مع السبعه العشيه اللي راه نسكن السحب غير المباشر. نهار سبعه نهار السبت ان شاء الله بحول الله. نهار السبت وصل المهم نهار سبعه المهم غاين نجمع ان شاء الله نكي للدراري نسكن نهار سبعه اللي باش وانا راستياوي ان شاء الله وانا ميد كان نصيب ان شاء الله دازت الصابط باش اديت لكم غلقت اللي غرست حتى جا اللي كان بيضينا ان شاء الله. شكرا بزاف سي مصطفى كنسني ميرو لك ولا نسني ميرك كذلك المتجر اللي مجوهره بوغالي ايكان يانا الرائد اللي زنزان لبسان تمازيغ يعني اللي شجعه في الثقافه التمازيغ تتبعنا نسني مير بزاف. كذلك اتي وفي درس الموديلات ايركاز بالنسبه وليتي قال الموديلات ايركاز هذه لا البلغامي ديكا اللي تيوسكرنا الجلد لا تونيكا تنا ازران تونيكا بالنسبه للطرزه اربعا نتشكر المصممين اللي غيصممو الخيرات خصيصا لا لقرابن الا الخنجر لا الطرزه وغيوت انت كذلك لا الالوان نس اركون نس من المتتبعين. سي مصطفى كنتشكر بزاف يعني في المسابقه اللي تسكرت ونتمنى ان شاء الله تكون من النصيب ديال اي واحد فيكم. ورتان سنه سي مصطفى نراك نسقسى الله يرحم والديك بالنسبه للناس اللي وري خالدن ولا واللي راه جاتك سماحه ان شاء الله شكون يقدر تسكت كان يمكن حتى الحفله تيمزين ان شاء الله غنهار اللي راه تستلم السحب. نراك يا ربي ضحكات شفت غير العنوان بالضبط ماني خليت مدينه اوكادير. العنوان الا اللي ديجا الا صحان وانا دار ثلاث تيك توك اكشن صحه مجوهرات بوغال سوق الحريه انزكان بالضبط المحل النمره نسيكات 334 مرحبا بكم كاملين غدا العائله بوغال مجوهرات بوغال ارسيون مرحبا مرحبا بكم. ايوا ما سالت تقلب شاركات كل المسابقه ياد نتمنى ان شاء الله تكون النصيب ديال اي واحد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.